معلش يا شباب، الفيديو التاني فصل وانا بتكلم، بس يعني هي الموضوع مستفز قوي، مستفز جدا. يعني انا عمري في حياتي ما قابلت حد قليل الادب وقليل الذوق وقليل التربيه زي البني ادم ده. يعني ايه الفايده وايه الاستفاده من انك شتمت، غير ان انت يعني ضايقتني وبص انا ممكن امسح الكومنت عادي، بس انا مستغرب انت بتشتم ليه؟ انت تعرف ايه عني؟ طب انت شفتني فين؟ مفيش. طب انت شتمت، طب اكتب سبب الشتيمة، مش كاتب. طب صفحتك فين؟ مش موجودة. طب ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ انت مش راجل اصلا، وراجل مقرف. يعني انت لو راجل، راجل مقرف، بس انا بقول لك انت مش راجل اصلا، انت راجل شمال، ولا متربي ولا شفت تربية ولا اهلك عرفوا يربوك ولا اي حاجة من الحاجات دي. انت اقل من الشمال كمان. لو انت بقى راجل وراجل مظبوط صحيح، رد عليا او اطلع. انا رقمي هو 010-622-911-54، يا ريت تكلمني او تبعت لي او اي حاجه، يعني اي حاجه. ما تبقاش زي الخوالات، انا اسف ليكم بقى يا جدعان عشان متضايق جدا، تشتم وتجري، تشتم عشان عارف ان انا مش عارف اوصل لك يعني. بس حقيقي الموضوع مضايقني جدا. يا محترم يا اللي شتمت، اتواصل معايا بقى عشان ابقى عارف انا اتشتمت ليه، يعني اعرف على الاقل امي شتمت ليه. شكرا ليكم يا جدعان، وانا اسف على النرفزه، حقكم عليا، بس انتوا لو اي حد مكاني هيطلع يبهدل الدنيا. شكرا وانا اسف جدا على ازعاجكم.